هو غرفة عمليات وبرج مراقبة وحصن يحتمي به المتظاهرون الذين أطلقوا عليه جبل أحد، والجنائن المعلقة على واجهته علقت مئات اللافتات التي باتت اليوم تروي سيرة ما يحدث في العراق من صور الشهداء الذين سقطوا إلى شعارات ترفض المحاصصة والتقسيم وصولاً إلى الأعلام العراقية وحتى العلم اللبناني تضامناً مع المتظاهرين في بيروت. تلك هي بناية المطعم التركي الواقعة في خاصرة جسر الجمهورية على نهر دجلة وسط بغداد. المتظاهرون أكدوا أن بناية المطعم التركي المتكونة من 14 طابقاً فارغة مقترحين إطلاق تسمية قلعة الثوار عليها تخليداً لدماء الشباب التي سقطت لتروي أرض الوطن. هذا الصرح طبعاً متروك صار لأكثر من 16 سنة وعبارة عن خربة وظلام دامس. جهود هاي الأبطال الحلوة أعادوا الحياة لهذا التاريخ، وأنا أقترح يسموه قلعة الثوار أو قلعة الأحرار، ويبقى رمز يعني للشباب للعراق لأجيالنا القادمة. الرمزية اللي صارت ربما كانت بالمصادفة، لكن هي كان بها ضرورة، أنه موقع المكان الاستراتيجي هو اللي حول إلى أيقونة من أيقونات مظاهرات تشرين أكتوبر. نتمنى أنه هذا الرمز اللي كان هو عبارة عن بناية مهجورة من عام 2003 أو أكثر حتى قبل سقوط النظام السابق، بعد أن كان خربة يتحول الآن إلى مكان هو رمز لكل المتظاهرين. فنانون شباب رسموا لوحات على واجهته المدمرة لتكسبه جمالية باعتباره قلب التظاهرات النابض وأيقونتها. الرسمة هي عبارة عن المطعم التركي حول العلم العراقي ملفوف، وأكو أيقونات بعد حتكمل إن شاء الله على العلم العراقي نفسه. الأيقونات الشهيد اللي تعاون اللي استشهد اللي تعاون في هاي المظاهرة اللي تعاون مظاهرة، كل شخصية رمزية حطينا لها فيجر رمزي راح يسحبهم كلهم قبل توك توك اللي هو صار تقريبا 50% من هاي المظاهرات. وطوال تاريخ حركة الاحتجاجات في العقد الأخير في العراق تنافس المحتجون والقوى الأمنية للسيطرة على هذا المكان الاستراتيجي المطل على ساحة التظاهر من جهة، والذي يسمح ارتفاعه العالي بالإطلال على مجمل الجسر والمنطقة الخضراء في الجهة الأخرى. وقد التجأ العديد من المحتجين إلى هذا المبنى واحتموا بجدرانه وطوابقه الفارغة وفوق سطحه للاحتماء من الرصاص المطاطي والحي ومسيل الدموع الذي حصد أرواح الكثيرين.